هذه ردود الأفعال وهذه النقاشات أنا أعتقد بأن ما هي إلا إثراء للساحة السياسية وإثراء للساحة الدستورية في الكويت. اليوم أعتقد ما هو عيب بأن نختلف بأن هذا الإجراء دستوري أو غير دستوري، وكل واحد يقول رأيه الدستوري ورأيه القانوني ورأيه السياسي فيه، ولكن أعتقد العيب في شيء ثاني. شنو العيب؟ بأن اللي صوت في المرات السابقة بالإحالة إلى اللجنة التشريعية واليوم يعني إن صح التعبير شنو أقول لك، يعني ينتقد النواب الآخرين بأن أحالوا هذا الاستجواب إلى اللجنة التشريعية. ما أنت قبل كم سنة أحلت إلى اللجنة التشريعية، اليوم شلون تصادر هذا الحق؟ لا هو لو بس مصوت مو مشكلة، لا متكلم ومدافع ومنظر، تجاوزت حتى الإحالة إلى اللجنة التشريعية. هناك نواب اليوم قاعد ينتقدون الإحالة اللجنة التشريعية، أهما كان زين أحالة واستجواب آخر إلى اللجنة التشريعية، أهما شطبوا استجوابات شاطب. هذا الآن يعني مو إهانة لكرامة الدستور، الإحالة اللجنة التشريعية تعتبر إهانة إلى الدستور؟ لا.